بيقول أرجو تفسير الآية وما تعني الآية دي. اجتهد حتى لا يأخذ أحد كليلك، ويجب أن تجاهد قانونيا. فهل من الممكن أن يأخذ أحد كليل آخر؟ لا، لا يأخذ أحد كليلك يعني لا يفقدك أحد كليلك، يعني ما فيش حد يفقدك كليلك. فيجب أن تجاهد قانونيا عشان تحتفظ بإكليلك ولا يفقدك إياه أحد.